السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال جريد فور. النهاردة إن شاء الله هنحل زي ما تعودنا امتحانات المعاصر من كتاب الأسسمنت. وصلنا لإجزام نمبر 11 محافظة المنوفية. يلا بينا نبدأ على بركة الله. Question number 1, choose the correct answer. Number 1, which of the following is a measuring unit of speed? Measuring unit يعني وحدة قياس السبيد. خدناها وقلنا السبيد عبارة عن الديستانس بير تايم. طيب يا ميس ايه الديستانس بتتقاس بايه؟ قلنا ليها 2 يونت. لو المسافة صغيرة يبقى الوحدة بتاعتها متر بير سكند. لو المسافة كبيرة زي مثلا السيارة يبقى المسافة اللي انت هتقطعها السرعة بتاعتها هتبقى كيلو متر بير اور. يبقى هنا هندور فين الحاجة الصح في دول. طبعا الكيلو جرام دي غلط. احنا عايزين حاجة تبدأ بالديستانس المسافة. هنا دي بادئة بالتايم، هنا بادئة بالتايم، يبقى برضو دي غلط دي غلط. يبقى السليمة هي نمبر دي متر بير سكند. يبقى الميجرينج يونت متر بير سكند، اور لو المسافة كبيرة هتقطعها بالسيارة كيلو متر بير اور. طيب نمبر 2، the ability to do work، المقدرة على عمل جهد. طبعا ده الديفينيشن بتاع الانرجي، حفظناه خلاص وجالنا في كذا اكزام قبل كده. نمبر 3، the chemical energy stored in batteries considered a form of. الطاقة الكيميائية اللي بتتخزن في الباتريز قالك stored. قلنا لما بتلاقي كلمة stored يبقى هي على طول شكل من أشكال البوتنشال energy. البوتنشال energy ليها two type، ليها chemical energy وليها gravitational energy. Number 4، an animal that has ability to turn its head in all direction. الانيمال اللي بيقدر يلف راسه طول 360 درجة طبعا هو الاولز. طيب هنا بقى بروبلم يا ولاد نركز فيها كويس. calculate the speed of a train، عايزك تحسب السرعة بتاعت القطار that covers. كلمة covers يعني بيقطع 600 كيلو متر، بيقطع حوالي 600 كيلو متر in a time of 6 hour، في التايم 6 hour. قلنا بنيجي نعمل كده ايه نوتس كده على جنب. ماشي، اول حاجة بنحط الديستانس، الديستانس اللي ترين ده قطعها، ونكتب هنا equal الديستانس قد ايه 600. يبقى هنكتب هنا 600 كيلو متر اللي هي كي ام. طيب التايم، التايم قد ايه؟ التايم 6 hour. يبقى هنكتب هنا 6 h اللي هي الاور. تمام، لازم نيجي نحط القانون بتاعنا يا ولاد. تعالوا نكتب بقى القانون مع بعض، القانون بتاع السبيد. سبيد نكتب عربي السبيد ايكوال الديستانس ديفايدد تايم، المسافة على الوقت. نبدأ بقى نعوض هنا الـ distance divided time، يبقى بتساوي الـ distance بكام؟ بـ 600. هنكتب 600، والـ time بكام؟ شرطة الكسر هي بـ 6 hour، هنحط 6 تحت اهي. نقسمهم بقى 600 على 6 هتساوي 100 100. وما ننساش الميجرينج يونت كيلو متر، اهي كيلو متر بير اور، هنكتب كي ام بير اور اللي هو الايه اختصارها اتش اور، كيلو متر بير اور. طيب which number 2 put true or false، علامة صح وخطأ. number 1، wood is a transparent material أو transparent object that allows light to pass through it. هل الوود يعتبر transparent؟ لا طبعا الوود يعتبر opaque. أمال transparent هو ايه يا ميس؟ glass. يبقى دي wrong.
Number two, moon is a source of light. لا طبعا المون مش السورس بتاع اللايت، السن هي السورس بتاع اللايت، يبقى دي برضو wrong. Number three, some animals can see clearly at night. في بعض الحيوانات بتشوف بوضوح في فترة الليل. That's true. Number four, exhaled air carry carbon dioxide. هواء الزفير في carbon dioxide. That's true. يجي لك بقى سؤال give reason for. الناس اللي بتقلق من give reason بيكون سؤال صغير جدا وبسيط. Phoenix fox has long ears. قلنا الفينيك فوكس يا ولاد ودانه بتكون طويلة بالشكل ده، عاملة زي الشباك، عاملة زي الويندو. ليه؟ لأنه هو بيعيش في الديزرت، فبيبقى عايز يبرد درجة حرارة جسمه اللي بيكون الحرارة جوه مرتفعة نتيجة الصحراء والشمس، فربنا خلق له ودان طويلة عاملة زي الشباك عشان تبرد جسمه. هنكتب بقى الكلام ده because it help الودان بتاعته، يعني بنقول عليها it help the phoenix fox to lose the heat. بتساعده ان يفقد الحرارة بتاع الجسم. ليه يفقد الحرارة؟ to cool its bodies، عشان تبرد جسمه. يبقى قلنا ودانه بتبقى عاملة زي شباك طويلة كده عشان تخرج الحرارة من جوه جسمه لبره وتبرد جسمه. because it's help the phoenix fox to lose the heat. هنا حرف H، the heat عشان يفقد الحرارة، to cool its body وتبرد جسمه. نيجي بقى لكويتشن جديد نمبر 3. complete the following sentence choosing the correct word in practice. عندك هنا في كلمة wood، في gills، في eye، في المانجروف. نمبر 1، space is the organ that we can use to receive light. الأورجانز اللي أنا بستخدمه عشان استقبل اللايت، بستقبل الضوء. بتستقبل الضوء بإيه من الحاجات دي؟ طبعا بتستقبل الضوء بالاي بتاعك، يبقى تيجي هنا هتكتب كلمة اي. نمبر 2، space is an opaque object. جسم بيكون opaque معتم، في عندك wood، في gills، في المانجروف. طبعا هو الود هو الجسم الopaque، هتكتب هنا wood. نمبر 3، fish have space to breathe. الفيش عندها ايه بتتنفس بيه؟ ما عندناش غير كلمتين فاضلين، جيلز والمانجروف. طبعا الفيش بتستخدم الجيلز، بتحط هنا الجيلز الخياشيم. نمبر 4، سبيس تري، شجرة has long and strong roots to resist water wave. الجذر بتاعها بيكون قوي وطويل عشان تقاوم الموجات بتاعة البحر. طبعا هي أشجار المانجروف، مان جروف. Question number B. Give examples for objects that are sources of light. عايزك تقول أمثلة على sources of light، مصادر اللايت. طبعا مصادر اللايت أول مصدر ما ننساهوش the sun، هي الشمس. وإيه كمان؟ وقلنا الفاير لما بتجيب شوية خشب وبتولع فيه. وإيه كمان؟ وقلنا الكاندل، الشموع. وايه كمان؟ اخر حاجة الفلاش، الفلاش لايت. الفلاش لايت يبقى sources of light السن، نكبرها لكم شوية اهي، السن والفاير والكاندل والفلاش لايت. بكده يا حبايب قلبي نكون خلصنا الاكزام بتاعنا بتاع النهاردة. اتمنى لو عجبكم الفيديو الاشتراك معانا في القناة، لايك على الفيديو، اعملوا مشاركة مع كل اصحابكم عشان تعم الفائدة للجميع، وانتظرونا في حل بقية الاكزامز ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.